أشهد أن محمد رسول الله. من دمعاتك خبئها فرحيني بضحكاتك يا يما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أجمل أن يعيش المسلم مع إخوانه دائما، أن يشعر بشعورهم، يتألم لألمهم ويفرح لفرحهم. ما أجمل المسلم حين يطبق شعائر الإسلام وتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم، حين يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ما أجمل أن نعيش هذا الحديث واقعا أيها الإخوة في شهر رمضان وفي غير رمضان، أن نشعر بالجائعين وأن نشعر بالمحتاجين وأن نشعر بالبائسين وأن نشعر بمن فقدوا بيوتهم وفقدوا أموالهم وفقدوا أولادهم، أن نكون اليد الحانية التي تمتد إليهم تواسيهم في هذه الأيام المباركة. أيها الإخوة، بعضنا من كثرة ما ألف من هذه المناظر وهذه الأخبار التي يسمعها هنا وهناك، كأن الشعور قد تبلد في كثير من الناس. سأروي لكم قصة حصلت في شامنا الحبيب، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنا جميعا. رجل من أغنياء دمشق من الشام دعا أهل حيه في رمضان على الإفطار، فوضع الفقراء في غرفة والأغنياء في غرفة أخرى، ثم وضع الطعام، وإذا بطعام الفقراء كما اعتادوا كل يوم مما يأكله البسطاء من الناس، وطعام الأغنياء كما اعتاد عليه الأغنياء من تلك المناسف وغيرها المشهورة في بلاد الشام. فتأثر الفقراء بذلك، فلما حان وقت الإفطار جاء هذا الرجل وقال: أيها الأغنياء تفضلوا أنتم إلى هذه الغرفة، وأنتم أيها الفقراء تعالوا إلى هذه الغرفة. فقال أحدهم، أحد الأغنياء من الحي: لما فعلت هذا؟ قال: لتروا إخوانكم ماذا يأكلون كل يوم، لتشعروا بشعورهم، وليرى هؤلاء ماذا تأكلون كل يوم، ليأكلوا مما تأكلون مرة واحدة، لتشعروا بهم ولتتألموا لهم ولتكونوا يد العون لهم في كل وقت وفي كل حين. أيها الإخوة، المسلم هكذا، المسلم أخو المسلم، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يفرح لفرحه. كان سيدنا ابن عباس رضي الله عنه إذا سمع أن بلادا أمطر فيها، نزل المطر فيها، يفرح ويحمد الله ويشكره، فيقولون له: يا ابن عباس، إن المطر لم تنزل في مكة، نزلت في تلك البلاد التي أخبر عنها. فيقول: أليس هؤلاء هم إخواني الذين سينتفعون من هذا المطر؟ أيها الإخوة، هكذا المسلم وهكذا المؤمن دائما في كل أحواله مع إخوانه. وما أجمل أن نكون إخوة متحابين. والسلام عليكم ورحمة الله.